بياض وتفتيح زي الحليب، هيخلي بشرتك زي التلج، منوره، بشره نضره، بشره ما فيهاش مشاكل، بشره موحده ما فيهاش اي تجاعيد، كمان هيخلي البشره صافيه وفيها نضاره حلوه قوي. لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. اول حاجه هحط معايا معلقه من الحليب البودر. الحليب البودر من الحاجات الحلوه قوي اللي بتفتح البشره، بتدي نضاره للبشره حلوه جدا، بتخلي البشره صافيه، كمان بتخلي البشره فيها حيويه كده. وهبدا اضيف عليها معلقه من ميه الورد، ميه الورد بتاعتنا العاديه، ميه الورد حلوه جدا. لو ما عندناش حليب بودر ممكن استبدل الحليب السائل، اخد منه معلقه واحده بس، وهبدا ان انا اقلبه كويس. بصوا بقى عامل معايا زي الكريمه، تمام. هعصر عليها عصره من الليمون، يعني حوالي ربع معلقه من الليمون مش اكتر، بيشيل كل التصبغات والبقع والكلف والنمس، وبيوحد لون البشره، كمان بيدي نضاره حلوه قوي للبشره. في الخطوه هنا المهمه جدا ان انا لازم اقلب ادخل الليمون جوه الحليب. هضيف كمان عليها معلقه من الرز المطحون، معلقه واحده. ممكن استبدل الرز بالسكر لو متاح عندنا، يعني المتاح عندي استخدمه. فكرته انه بيشيل كل الجلد الميت، بيوحد اللون، بيفتح البشره، بيديلها نضاره، بيخلي البشره صافيه. بصوا جمالها، من الحاجات القويه جدا في تفتيح ونضاره البشره. هبدا احط عليها معلقه مليانه من الدقيق، الدقيق الابيض بتاعنا العادي، معلقه مليانه. الدقيق الابيض من الحاجات الحلوه قوي قوي اللي بتشيل كل الشعر الوبري، بتنضف البشره وبيفتح بسرعه جدا. هنا لو حسيت ان الوصفه معايا مكتله، بصوا ازاي بخفف على طول بميه ورد. نحط كده معلقه كبيره وهدمج، لان الدقيق من الحاجات اللي بتكتل بسرعه. هنا هحاول اقلب كويس علشان الدقيق يبدا يفك معايا ويبقى ناعم، تمام. هضيف عليها حبة صغنونة جدا او ربع معلقة من زيت الورد. زيت الورد ريحته رهيبة، ريحته تحفة، ريحته جميلة جدا، بيديلك ريحة حلوة قوي، وكمان بيخليها كمان بيخلي الريحة بتاعته ثابتة على الجلد، كمان من الحاجات المفتحة بسرعة جدا، بتوحد اللون وبتدي نضارة وبتخلي البشرة صافية جدا. بصوا جمالها، يعني عاوز اقولك وانا واقفة الريحة بجد تحفة جدا. هضيف كمان عليها هنا فيتامين سي، اي نوع فيتامين سي عندك، فيتامين سي عشان لو عندي بقع، عندي كلف، عندي نمش، حلو جدا. انا خدت 5 نقط. طب انا لو ما عنديش فيتامين سي ممكن استخدم فيتامين اي، مفيش مشكله برضو، بس فيتامين سي بيشيل كل البقع والتصبغات، وكمان بيفتح البشره جدا وبيوحد اللون. يعني احلى حاجه في فيتامين سي ان هو من الحاجات الحلوة قوي اللي بتزيل كمان اثر الحبوب. هنا بصوا انا قلبتها كويس، شايفين وريحتها حلوة قوي قوي قوي. هركن بقى القمر دي كده على جنب، وبعد كده هجيب معايا مج تاني او اي كوباية بقى انت حابة تستخدميها. هضيف الكوباية دي معلقة من القهوة، ده مؤشر حلو جدا جدا للجلد، وكمان خفيف على البشره وبيفتح البشره جدا. ضروري ان انا اعمل دي الاول علشان استعد للوصفه الثانيه. فانا هاخد كده كمان معلقه من الدقيق. القهوه من الحاجات يا بنات اللي بتشيل البقع، التصبغات، الكلف، النمش، بتوحد لون البشره، عندك اثر حبوب، بتدي نضاره حلوه جدا للبشره، فهو حلو قوي. وحطيت معلقه من الدقيق زي ما قلنا، بيفتح بسرعه جدا. وهبدا ان انا ادمجهم زي ما انت شايفه كده. بصوا تمام. وهضيف عليها معلقه من السكر، معلقه من السكر، وممكن استبدله بالرز المطحون، يعني اللي عندي متاح بستخدمه. انا الاتنين عندي متاحين، فانا بقول لك المتاح عندك ايه تستخدمي. وهبدا ان انا اقلبهم بقى كويس كده، وهبدا اخفف معايا بميه ورد. هنا هحط معلقتين صغيرين الاول، معلقة معلقة، وهقلب. لو حسيت ان هحتاج تاني هحط هنا، طبعا هحتاج تاني. بصوا
متقلبتش كويس ومكتلة معايا، شايفين؟ نحط تدريجيا، مش عايزين الوصفة تبقى سايلة وتبوظ مني. وهقلب معلقة بمعلقة، بصوا قوامها، شايفين؟ هنا بقى هقلب كويس في الحتة دي علشان الدقيق ما يبقاش معايا مكتل، شايفين؟ ريحتها كمان حلوة قوي. هنا برضو هضيف عليها معلقة صغننة او ربع معلقة، مش هكتر عشان احطها هناك في الوصفة الاولى زيت ورد، فحطيت كمان ربع معلقة زيت ورد في الخطوة التانية عشان يزود لي التفتيح والتوريد ويديني نضارة حلوة قوي وريحة حلوة ثابتة على الجلد. طب انا ينفع استخدم الوصفة دي للجسم والبشرتي؟ اه طبعا ينفع تستخدميها الوصفة دي للبشرة وللجسم. هنا بقى هحط في دي ربع معلقة صغيرة من الشبق، حاجة بصوا لا تذكر، بصوا يعني حاجة لا تذكر. ليه شبق؟ علشان يديني نضارة وتفتيح وشد البشرة، وكمان يديني توحيد لون، وكمان من الحاجات الحلوة قوي اللي بتمتص العرق وبتمتص الزيوت اللي بتبقى في البشرة. وهعصر عليها عصرة من الليمون ربع معلقة. طب انا لو بشرتي حساسة مش هتستحمل ليمون، الغي الليمون، ما تحطيش ليمون. وده بقى شكل الوصفة بتاعتي، بصوا جميلة ازاي. اول حاجة بعملها بستخدم الوصفة الاولى دي كحركات دائرية، بيشيل كل الجلد الميت، بيفتح ويوحد اللون وبيدي نضارة وبيخلي البشرة صافية زي ما انت شايفة كده. تحطي طبقة كده حلوة، انا بحب احط طبقة كويسة كده، املى وشي، املى ايدي، املى اي مكان حاطة فيه الوصفة، وبسيبها تتشرب لمدة نص ساعة وبعد كده بغسلها. جميلة جدا وخفيفة جدا جدا على البشرة. ودي كده تبقى اول وصفة معايا، تمام؟ بعملها اول حاجة، اول ابتداء كده حاجة بعملها اول وصفة ببدأ بيها. الوصفة بقى القمر التانية دي، بصوا دي تحفة، دي حاجة كده تحفة. تعالوا نجربها، ريحتها كمان جميلة قوي. وابدأي بحركات دائرية، برضو الحركات الدائرية دي هي اللي هتديكي نتيجة حلوة قوي قوي، وكمان هتخلي الوصفة معاكي جايبة نتيجة مهمة جدا. ليه؟ لان انا كده بجري الدورة الدموية وبخلي البشرة تشرب اكبر كم من الوصفة، فتقوم مدياني نتيجة حلوة قوي. حركات دائرية خفيفة زي ما انت شايفة كده لمدة 10 دقايق، وبعد كده بسيبها تنشف خالص خالص خالص، وبعد كده ببدأ ان انا اغسلها. عايزة اقول لك ريحة جميلة جدا، عايزة اقول لك نظافة، كمان هتشيل كل الجلد الميت، وكمان الشعر الوبري، وهتنضف البشرة وهتخلي بشرتك صافية ونضرة وحلوة جدا بجد. جربوها هتعجبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. باي باي.